أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قول يا عظمة الله أغيثيني أو يا رحمة الله أعينيني؟ لا يجوز الاستنجاد بالصفة أو دعاء الصفة، وإنما الذي يدعى هو الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. يقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي. أما أن تنادي الصفة فهذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.